يقول لكم شاهد القطة التي صعدت على كتف الشيخ الجزائري وهو يصلي الصلاة البدعية صلاة التراويح، ثم مسك القطة وبدأ يطبطب عليها حتى صعدت على كتفه، وأصبح الفيديو ترند عالمي، وخرج مشايخ السنة يمدحون هذا الفعل. ولكن هل انتبهتم إلى شيء؟ وهو أنه ولا واحد منهم خرج يتحدث عن الحركة في الصلاة. هذا الشيخ تحرك في الصلاة كما شاهدتم، ومع هذا الكل رأى أن هذه الحركة عادية في الصلاة. دعونا نشاهد تعليق أحد شيوخ السنة على هذه الحركة. وبالفعل هو عمل كده الحمد لله، طبطب عليها وخدها في حضنه وهي طلعت وقفت على كتفه فترة ثم نزلت بعد ذلك. الكل يمدح هذا الفعل ولا أحد علق على حركة الشيخ الجزائري. ولكن حين تصدق أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام في الصلاة بالخاتم، خرج مشايخ السنة يقولون هذا ينافي الخشوع، لا يجوز الحركة في الصلاة، إن في الصلاة لشغلة. دعنا نشاهد الشيخ الخميس ماذا قال عن تصدق الإمام علي عليه السلام في الصلاة. يعني شوفوا هم يعني يبون يمدحون علي يذمونه. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الصلاة لشغلة. يعني علي فاضي الصلاة يتصدق. حين وصل الأمر إلى الإمام علي عليه السلام يقول وهو عالي فاضي عشان يتصدق إن في الصلاة لشغلة، ثم أراد أن يضرب لهم مثال حتى يطيح من قيمة فعل الإمام علي عليه السلام. دعونا نشاهد. لو شفت واحد قاعد يصلي حط يده مقباته حط فطير كم وصل صراحة تنقد عليه ولا لا؟ ها؟ شوف حقه يعني ما يصلح، يعني هم يبون يمدحون علي، هذا ذنب لعلي. شاهدتم ماذا فعل؟ أدخل يده في جيبه وأخرج المال من المحفظة، محاولة فاشلة حتى يقلل من هذه الحادثة. وهذا الموقف العظيم لأمير المؤمنين عليه السلام. وهل الإمام علي يا ناصبي فعل كما أنت فعلت؟ أم فقط مد يده للسائل الذي أخذ الخاتم؟ يعني حركة يسيرة جدا في الصلاة ولا تبطل الصلاة أبدا، بل لو كانت تبطل الصلاة لما مدحه الله سبحانه وتعالى قائلا إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويأتون الزكاة وهم راكعون. الله سبحانه وتعالى يمدح هذا الفعل. بقول إيه السؤال؟ إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وإحنا فينا حنودي الزكاة وإحنا راكعين؟ هذه الآية آية خاصة نزلت في رجل خاص اسمه سيدنا علي، عندما جاء سائل يسأل شيء لله مش حد أعطاه، فسيدنا علي كان لابس خاتم من فضة وبعدين عمل له كده، السائل لبط يعني شاطر فاهم يعني كده، لو عمل كده واحد زي حالاتي مش هيخش عليه، فراح جاي مالص الخاتم منين؟ من صابعه، فنزل القرآن يمدح عليا إلى يوم القيامة إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين